حياة الله هالشباب داعمين الدعم اللئيمة. اسمي فاطمة طرطوسي وبيعيطولي أم النور. قصتي بالنحاس ابتدت من وقت اللي كان عمري 7 سنين. كنت روح على المدرسة وبس نيجي شوف الشباب عند البابا عم بيشتغلوا بالمهنة، طلبت من البابا بالصيفية اني انزل على المعمل وبلش اتعلم. عارض اول شيء كتير، فانا زعلت انه لو ما عنده صبيان عنده 4 بنات. بعد فترة صرنا 2 يساعدوا البابا بالتجارة بسوق النحاس، يعني يبيعوا جملة ونفرق ونحن بالمصنع نشتغل نصنع ونبيع جملة بس. تعني لي كل شيء، تعني لي اني انا تربيت عن طريق اهلي يعني هي كل حياتي، المسرح لي كل حياتي. انا المهنه كان عمري 7 سنين، قد السابع اصغر منه، كنت كثير حبها، تعلمت عن حب، كنت حب الرسم كثير وحب النقش كثير، فكفيت فيها والحمد لله بعدني مستمر فيها. شفتيها هي وكنت عم برسمها، هلا خلصت. عن ايام البابا الله يرحمه كنا نصنع طناجر الالمنيوم، كان بعد ما في التيفال، ما في الستلس عنا، ما في شغل الصين، نصنع المقالي، الكسرولات، براميل الغسيل، الجين مشان الخبز، كان بالقبل ما في غير خبز التنور والمرقوق، ما كان في افران. الشغل نوعين، بيجي يا اما يدوي كاملا يا اما داخله مكنه. الأشياء المدورة نحن فينا نعمل قسم منها على المكنة والباقي يدوي، أما الأشياء المربعة المستطيل الأوفال هيدي كلها يدوي ما بيفوت فيها مكنة أبدا. في مراحل بتمرق بنحميها على النار، منجليها بالأسيد، منغسها بالمي، منشفها بنشارة، بعدين بتروح لمرحلة الزخرفة اللي هو النقش. وإذا حبوا يطلوها نقل يعني تصير لون فضي، كمان هيدي آخر مرحلة بتنطلق. بأكتر وقت هلأ مركزة فيه على المجوهرات، يعني إذا أنا بدي أخده معي لبرا فيني أخده بالشنطة معي، يعني كتير سهل غير ما أني أشحن وفوت بتكاليف كبيرة، وكتير الناس عم بيحبوا، يعني شغلي أنا بعرف منه موجود غير عندي ولا بغير بلد ولا شيء، ما حدا بيشبه شغلي، فهيدا كتير مركزة عليه بهالأيام.